نقترب من عتبة الشتاء، الحياة تهبط إلى داخل الأرض بلا ألم، تغوص عميقا في نفسها، ونحن كحيوانات بشرية طبيعية مطلوب منا القيام بالمثل. فالانسحاب إلى داخل أجسادنا للنوم لظلمة وعمق كهوفنا الداخلية رغبة تلح باستمرار في نخاعنا، لكن الكثيرين يجدون أن الانسحاب داخل أجسادهم أمر مرعب بالفعل. يخشون المشاعر غير المتحققة وأحداث الماضي التي خزنوها في كهوفهم المظلمة، لا يرغبون في مواجهة ما حرصوا على تجنبه بشدة. الاحتفاء بالانقلاب الشتوي لا وجود له كما كان سابقا، عندما كان مفهوما أن الانسحاب لدواخلنا أمر ضروري من أجل العثور على نورنا الخاص، أن الحرية الحقيقية تأتي من قبولنا بتسامح وحب ما مررنا به ومحو أثره علينا، مستعيدين كنزنا الذهبي من كهف أعماقنا المظلمة ثانية. إنه وقت الراحة والتأمل العميق، وقت مسح اللوح لاستعادته خالياً نظيفاً كما كان، واستجلاء الهموم القديمة حتى تتقدم نحو الربيع، مستعداً للنماء والقفز من دون جبل التراب الذي أثقل ظهرك، والقيود التي ربطت كاحليك داخل كهوف روحك. إنه وقت الشفاء والدفء، وقت التغذية والحب، فترة لإعادة التواصل، لاستعادة التعلم واسترجاع ما يعنيه هذا الوقت، العودة بالشتاء بوصفه وقتا للرحمة والحب والبعث والسلام والتحرر، بدلا من كونه وقتا للرهبة والخوف والاكتئاب والتجنب. الحضارة الحديثة تعلمنا التجنب في أعنف صوره في هذا الوقت، الكحول، التسوق، الإفراط في العمل، الإسراف، الوجبات السيئة والنزعة الاستهلاكية. النزعة الطبيعية للانسحاب إلى دواخلنا شأن الكائنات كلها تقريبا قوية، لكن البشر يشعرون كما لو أن هناك خطأ ما. الشتاء قاس ويتسبب في شعورهم بالنبذ والخوف، في حين أنه في الواقع رحيم للغاية. أجل إنه يوجهنا بطريقته الهادئة الناعمة نحو نفوسنا، نحو الظلام والموت المحتملين، لكنها رحلة ضرورية إذا ما أحيطت بالحذر والعناية. الشتاء مثل معلم صارم يطالبك بإيقاظ قائدك أو معالجك الداخلي، أن تغفر لنفسك، أن تسمح لها بالحزن والبكاء والغضب والضحك، ومواجهة ما نحتاج مواجهته كي نتحرر من الأغلفة الغليظة التي لففناها حول قلوبنا لنصل إلى حيث موضع الشفاء والنور. الشتاء يزيح التشتت والصخب بعيداً،
يعرفنا على الوقت المثالي للراحة والانسحاب إلى داخل رحم مثل الحب، يجلب الدفء والنور إلى بيوتنا.